نجمة من الآخر من السمرلاند وصلنا للجزء الأخير وهلأ تالنتس. بلش بالستاند اب كوميدي من 8 سنين تقريبا، انما النجاح الكبير بلش مع مشاركه والده معه بفيديو على يوتيوب. الفيديو هن سكتشات كوميديه بيتناولوا فيهم مواضيع اجتماعيه بطريقه مضحكه. خلينا نتعرف سوا على محمد ووسام كمال. اهلا وسهلا فيكم. مين قال للثاني كيف بدنا نجي كيف بدنا نفوت؟ بابا عمول هيك ولا انت قلت له هلا عمول هيك؟ يلا دورك. شو رايك مين اطول؟ بتتشاوروا بين بعض؟ ايه بعض الاحيان انا في افكار هو بيعملها ببدي بعض الاقتراحات يعني، بس بالنهاية القرار لإله، بتعرف نفذ ثم اعترض. طيب وقت تمثل اليوم بتمثل بيكون هذا الشيء كله عفوي ولا بيكون في سكريبت وكاتبينه؟ لا اجمالا هو سكريبت بيكون محضره، بس العفوية لابد الغنى عنها يعني. بتكون من سياق الموضوع. مين عفوي أكثر؟ أنا. أكيد أكيد هو. طيب خبرونا اليوم انشهرتوا بهالفيديوهات. وين عم بتعلموا اول شيء السواقه، سواقه السيارات؟ رح نتابع فيديو نحن حتى يعرفوا اكثر المشاهدين عن شو عم نحكي ودغري من بعده بنكمل حديثنا. اوكي. ليك شو؟ قوم لعلمك السواقه. عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد؟ ايه هلا هلا عرض. اوكي. مرياتك كلهم مزبوطين؟ مزبوط كريستال؟ ايه كريستال. لحظة أي الفريم هلا؟ عمهلك، في حدا جاي؟ عم بص قرب على اليمين، وقف على اليمين، وقف على اليمين، وقف على اليمين، حط على البارك، حط على البارك، حطها، ارفع فريم الإيد، قوم من دبر انزال، قوم انزال، ولك قوم انزال، واللي عملك اللي بقول لك عليه بتعمله، تمشي على البنزين على اليمين، عمهلك، عمهلك، لحس فريم. أيوة. كيف يعني لحس فريم؟ لك امرأة طع عمرك ما شايف عم يتعلم؟ لحسة 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 لحسة. في حدا على شمالك؟ لا. واللي بيطلع على المراية زمر له هيدا يا خي، ما بدي زمر له. واللي ما زمر له يا خي بقى، واللي ما طالع على الشمال زمر له، انتبه لك، زمر له، يعطي إشارة على الشمال. واللي شو عم تعمل؟ بركي كنت صاحبتي معك، بدي اتعلم كيف بايد وحده اسوق. بركي صاحبتك معك سوق مثل العالم. هلا خذ دفتر بعدين تاخذ صاحبتك. هيك صاحبتك تحط راسها على كتفك، مش انت تشيل ايدك عند الكسيون تعبطها. بركي كيف تعرفت عم دخلك؟ كنت عم لحس فريم، لحس له، لحس له، قال له لحس. لسرت لبس فوق، لبس فوق 30 سنة. لعلمك الرجعة. لا 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 لعلمك الرجعة، قرب قرب، حط ارير، حط ار، جاي لك. ولي ار، ارجع، جلس لعندك، لعندك. شو جلس يعني؟ صار لعندك يعني، بعد نكزه، بعد نكزه، بس صرنا برات الطريق هلا. ها؟ صح. حط بارك كيف وقفه، شد فريم الايد. هلا بصراحة هيك علمته السواقة؟ أخف من هيك شوي. أخف من هيك ليش في؟ سوري بدي أسألك سؤال. عمو محمد بلا عمو بليز اسمع مني بلا. كيف 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 قنعك انك تكون بارت من هيك قصص؟ مثلا انا اهلي اذا بقول لهم انه تعوا مثلوا معي بقول لي حلي عنا انت وهبلك يعني، عرفت شو قصدي؟ كيف قنعك؟ ولانه انتم هيدا العالم كان ما كان موجود على ايامكم. هيدا اللي كان هلا انت يو ار يوتيوب سنسيشن، حضرتك اكثر من اللي كان بدي اقوله في ليزون بسؤالك، لانه حاسه اكثر كانكم اصحاب ما نبيك يعني، انه في علاقه صداقه اكثر. صحيح صحيح. اغني لكم. رجع شبشبت، رجعت رجع شب. هو لانه مجوز صغير يعني ما تشوف انه هذا ابني. بالحقيقه وسام عنده افكاره كثيره وما بحب اقول له انا على شيء، لا طالما شيء حابب مقتنع فيه بده يعمله انا معه، مش ضده يعني. جميل. ومبسوط انت بشو عم بتشوف؟ مبسوط بحالك؟ ايه ايه صدقي. كنا يعني لما عمل هيدي ما كأننا عم نصور. ايه. فعلا عم علمه كنت السواقه وهيك بعصبيه بنقز على يمين وانتبه وشمال ويمين. طيب محمد حضرتك ممثل كمان ومثلت، صار لك زمان ولعبت كثير عدد كثير كبير من الادوار وغبت لفتره، هل اليوم هيدا انه فشت خلق لانك غايب عن المسلسلات وعن الافلام ولا لا؟ هيدا كمان دعم لابنك. صحيح. هي اكثر ما هي دعم هي مثل ما بقولوا شغف.
يعني انا من ايام استوديو الفن لما تخرجت من 88 ابتعدت كثير عن الكاميرا لظروف معينه، رجعت عملت اول مسلسل والمسلسل الثاني، وكان وسام بلش بهالدوما هيدا وحبيته كثير. صرت شو يقول لي اعمل شو يقول لي اعمل، لقينا حالنا مع بعضنا عملنا تيم حلو يعني، وبلشت العالم تطلب منه هالشغلات وما بقول له لا انا. شو ما يقول لي حتى لو ما بدي غصب عني، بابا بليز بدي كذا كذا، طيب مش مقتنع ومشيت. طب ايه شغلتين ما بتحبها عن وسام، وسام اللي شغلتين ما بتحبها عن بيك؟ شغلتين ما بحبها فيه اذا بدك اكثر من شغلتين يعني. هو في كثير. لا بس انه ينتبه بس على جسمه، هذا هو. طيب بس تضبط القميص يعني. ايوه ما يحط السيت بيلت لانه كثير عم يتجعلك قميصه. وسام شو القصص اللي ما بحبها فيه؟ سؤال كثير صعب يعني. تخيل حالك بنتك بعد 5 سنين عم تقول لك انه ما بحب هذا الشيء فيه. لا لا، على نطاق التمثيل. على نطاق التمثيل لا، ما عن ايه التمثيل يعني، ما فيك تمثل هلا. ايه على نطاق التمثيل لا، يعني بحاول انا مطرح معين، لانه انا شو بعمل؟ بكون كاتب سكريبت، ما بعطيه ورقه يعني، بعطيه جمله جمله جمله. ف بقول له اعمل هذا الشيء، بقول لي لا ما بركي يعني. مثلا كيف تعرفت اعمل احس فريم؟ ما كان بده يعملها. وقت قلت له اياها برمت الزلقه مرتين حتى هو خلص ضحك يعني. فهيك هاي الشغله. معقول من القصص اللي ما تحبهم فيه انه يمكن نوعا ما هو سرق الشهره منك؟ لان كذا مره شفنا فيديوز لك، بس بصراحه انا حسيت اكثر شيء الفيديوز اللي نجحوا وقت انتم تكونوا سوا. معقول هول من القصص هيك زعجوك انه يه هلا اجى الوالد سرق الشهره كلها؟ لا جاوبك، رح جاوبك على سؤال بشيء كثير سامبل. تعرف انت وقت تكون مثلا الدومين اللي انت فيه بتكون باسيوني، بتكون حدا ذات انسبايرد يو على هذا الشيء، حدا الهمك على هذا الشيء. بيي كان واحد من اهم الناس اللي الهموني على انه اخذ كاريرتي، انه ضحك، انه فوت بالكوميدي او فوت بالافلام او اي شيء كان. فبعتقد هذا شرف كبير الي انه هو قبل يكون تحت اخراجي او كتابتي وانا امثل معه. فمرسي له لقدامكم احنا. نايس واو برافو فيري نايس. طيب بهالحالة وبهالتركيبة مين بيدفع لمين؟ جايبة وحدة. أبرد جايبة وحدة. جايبة وحدة؟ يلا على التلفزيون. مين عم بيصرف أكثر شيء؟ التلفزيون؟ بيطلبوا بعض. سامي خاسر. أنا وبيك من زيت زيت العلاقة. طبعا إيدهم بالكعب. بس جنسي اليوم الثنائي الموجود كثير مهضوم، هل هالشيء هيك كمان نمى الصداقه الموجوده بيناتكم من بعد ما فتوا بهالخبره؟ لا هي صداقه من قبل، انا ربيت وسام عنه صديقي من هو صغير. لانه مش معقول بالفيديوز بنحس اثنين اصحاب، مش بي وابنه. صحيح صحيح، انا وسام ربيته من هو صغير انه هذا صديقي منه وابنه. وبرجع عيد انا وبي. بس فيني اقول شيء زياده، انه اللي عم تشوفيه بالفيديوز منه نحن ابدا. كيف انتم سو؟ نحن مثل ما هلا عم نحكي، بنروح بنتسلى بنضحك، بس منه هيدا العصبيه اللي يعني. في كاركتير معين ركبتوه حتى يصير هيدا دور البي وهيدا دور الابن؟ 100% هدول كاركتيرين مختلفين، نحن منا هيك بالحقيقه. بس هولي مشوا وهولي اليوم شفناكم بعدد من الاعلانات، يعني صرتوا مثل كانه العالم تجي لعندكم لانه بدهم يشوفوا هول الكاركترين مع بعضهم وحبوا هيدا الثنائي. 100% لانه ممكن العالم بتشوف حالها هيك، لانه العلاقات بين بي وابنه بيصيروا هيك انه البي بيأمر والليدر صح. هو الفيديوهات اكثر اللي عملناها انه كون انا كثير اب متسلط وعلى طول بدي اجبره يعمل شغلات ما بيحبها. هيدي من ضمن السكريبت اللي بيكون هو كاتبه يعني. انا مش هيك، بس طالما العالم تقبلت هالموضوع وضحك صرت بالبيت ضحك هيك. لا, 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 لا 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 ابدا غيرت كل حياتك. لا لا ابدا، بس جد يعني لما اشوف التعليقات انه ايه تروقوا بالكف، ايه بيستاهل، ايه بده، ايه كذا، عم تنبسط عم بعملها. بس انت بتقول له خلينا نتمرن اليوم قبل الحلقه. قد ايه من كف ماخذ في الحلقه؟ يعني بدل ميك اب بيكون مربع انا شوي. في فيديو تبع الثياب مره نعم تعمد بياكل كفي بطرق فيه كف، عدته شي 6 مرات ليقول لي ما زبط عيده يا بابا. انا ايدي وجعتني عن جد، حزنان عليه. بقول لي لا عيده، وكل مره زيد، كل مره قوي اكثر، كل مره قوي اكثر. خلص مشي حاله، انتهينا. هو بدي صلي في سيستم دوغما يعني، كيف بياكل الكف مزبوط قول له لا عيده مثلا. لا هذا صارت مازوشيزم اسمه. حلوه حلوه العلاقه. لو ما كنت ممثل مزبوط كنت قبلت تعمل هذا الشيء؟ ولو ما كنت ستاند اب كوميديان شو كنت معقول تكون؟
بلش انا اكيد. انا لو ما كنت ممثل مزبوط كون العلاقه بيني وبين ابني كصديق شو ما طلب لازم ننفذ له حلو لحتى ننمي له هالموهبه اللي عنده. برافو. على التلفزيون بتقولوا هذول بس لا ليه ولي بس على التلفزيون ولي بس على التلفزيون الاجوبه لا عم بمزح اكيد. انا كان انا طول عمري بحب السينما ودرست الفيلم ميكينج فانه كنت يعني بدي كمل فيها ولو مش هيك كان كثير عندي باسيون على الميدسين يعني لو قدرت كمل فيها بس ما قدرت. ذاتس ات. زوتا انتوا شو هلا الخطوه التاليه لكم؟ يعني شو رح تعملوا؟ يعني هلا رح تضلكم هون ومهضومين انتوا كثير على السوشيال ميديا بس انتوا شو بدكم تعملوا بعدين؟ يعني هو مش فضيله هلا حاليا بقول له مثلا ليك عندي فكره بقول لي ليك عندي مسلسل بقى يا ابني. لا لا هو عنده مسلسل مسلسلات هلا عم صور وما دائما بكون وقتي معي بس يعني. هول المسلسلات رجعوا حطوك على الساحه من ورا هاليوتيوب فيديوز لا لا هن انا قبل الوسام قبل اليوتيوب عامل اول مسلسل قبل هالفراخ يجي انا صحيح ويمكن ساعدت ما بقول لك رجعت لفت الانظار يعني في ناس بركي نسيتك رجعت شفتك من ورا ممكن فيديوهات ممكن ممكن لان ورجعت من ورا الفيديوهات اللي عم تنزل شوي ساعدت ما بقول لك ما ساعدت خاصه بالدعايات اللي عم بعملها ساعدت كثير واخر دعايه اللي عملها وسام يعني كمان كثير انه بدهم هذا التيم نفسه يعمل الدعايه. حلو. من الاخر ليلى بن خليفه من الاخر كثير حلو كيف بيك بيساعدك بكل شيء ويا ريت كل الاولياء اللي عندهم اولاد صغار عندهم موهبه بيساعدوهم تي يوصلون اللي بدهم اياه سو برافو. ثانك يو سو ماتش. اي لاف ذس. ثانك يو سو ماتش. ساري الخزن انا بدي اقول زدت العلاقه انت وبيك سبحان الله. هلا عن جد تحيه للشيخ. تحيه. بتعجبني كثير الديناميك يلي بينكم هيدي كثير مهمه بس بيعجبني كمان كيف بتصيبوا هيدي العصبيه المهستره شوي انه تبع اللبنانيه ايه تبع اللبنانيه اللي اندر بريشر خلصني بقى خلصني هيدي موجوده مش تمثيل اه هيدي قد ما عيد المشهد كاسي. أنا اليوم صراحة كمان حبيتكم بهالديو المهضوم يلي مبينين فيه سينرجي بيناتكم يعني في تواصل مش بعصبية كأنه بيقربوا بعض لا بس أنا أشوف فيديوز من هيدا الستايل كمان على السوشيال ميديا بتصور العالم رح تحبه. ميرسي ميرسي كوزيت. هيدي العلاقة هيدي الأيام كثير مفقودة كل واحد قاعد بميله أنتو انسبريشن لأبو هو الرابط العائلي دائما بين البي وبين الأولاد خاصة وجو المنزل والبيت لازم يكون بهالطريقة هيدي أكيد Yes. زوتا انا برايي من الاخر عملتوا شيء انوفيشن على الفيديوز اللي بضحكوا على اليوتيوب انه عاده دائما بنشوف ستاند اب كوميدي ام كوميديان لوحدهم ايشيان او كذا غيرتوا هذا شيء جديد غيرتوا على الاخر انتوا غيرتوا انتوا غير ها نوعيه جديده ونوعيه هيك بتضحك كثير مجتمعنا. انا بلاقي كل شيء عم تعملوه كثير حلو وكثر الفيديوز يلي ببينوا عن الجاب بين نحن واهلنا خصوصا هو القصص اللي بتعملهم تبع التكنولوجيا تبع وقتها بيعلي الماوس هدول والله يخليكم لبعضكم. ميرسي كلك ذوق. انا بدي اقول لكم انه فعلا تميزتوا بهول الفيديوهات وقدرتوا توصلوا لعدد كثير كبير من الاشخاص لانه حبوا هيدي العلاقه بين بعض. خليكم عم تعملوا هالقصص بعرف في سام تعمل انت كثير قصص وبتعمل كثير فيديوهات بس انا حسيت وكانه هذا الثنائي اكثر شيء نجح عند الناس يا ريت نقدر نشوف اكثر من هالفيديوهات يا ريت تقدروا تاخذوه لمحل ابعد وضلكم عم تحققوا نجاح فيه. هلا عم بعمل شغله بس حتى نخبر انه عم نحضر كمان لكذا فيديو جديد بس باخر المطاف هلا اللي عم بكتبه حاليا هو لبنانيز فاذر اند سون لايف يعني حنطلع على المسرح قريبا. واو فعلا قبلنا نعمل هالشيء. يلا جيد شكرا كثير لانكم انتم موجودين معنا. بنهايه الحلقه بدنا نشكر كثير ليلى بن خليفه ساري الخازن جسي خوري كوزيت لمر كنت بتعقد الليله عن جد مثل القمر زهير طويل كنت كمان بتعقد الليله بس ما كثير طويل وانجلد باور هيدي لكم دادي كول دادي كول ايس ليلى سبت كل الاغاني سيرجيو ثانك يو مان. شكرا كثير لكل المشاهدين شكرا للجمهور اللي كان موجود معنا اديب ابو ناصر شكرا لك شكرا كاميل تانيوس لينسي ايفازيون محمد دنكر محمد شمس كل الاكيب يلي بيشتغلوا ديما باتي وديانا شكرا لكم جميعا انا برجع بلاقيكم اسبوع الجاي بحلقه جديده من الاخر دائما من كمبنسكي سابرلاند شكرا كثير للجي اس يلي عم يهتم بتيبي تصبحوا على خير ديانا ليك. Hey, 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 hey
Thank you.